السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد في القناة. اليوم في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقة سحب الأموال من برنامج تيك توك. سبق لي فيديو سابق شرحت لكم فيه طريقة الربح من برنامج تيك توك، غادي نخليكم في صندوق الوصف رابط ديال الفيديو اللي كيشرح طريقة الربح من تيك توك، لأن في هذا الفيديو غادي نشرح لكم طريقة سحب الأموال من لابليكاسيون ديال تيك توك. خليكم معايا حتى الأخير الفيديو، وإذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله. اول مرحله كتدخلوا لحسابكم الشخصي، في اعلى ديال الحساب ديالكم كتلقاو هاد العلامه، من بعد ما كنضغطوا عليها في اسفل الشاشه هنا غادي يظهر لكم تاريخ التحويلات والنقاط اللي حصلت عليهم. يعني ما كنشاهدش بزاف تيك توك، فقط هاد النقاط اللي جمعت عندي، يعني كل مده 25 دقيقه شحال جمعت فيها من نقطه. بالنسبه ل 15 دقيقه حتى هي عندي فيها 200 نقطه، 5 دقائق عليها 100 نقطه. المهم كيعطوكم هنا جميع التحويلات ديال النقاط ديالكم، فكتكون مشروحه في هاد الخانه. كنصحكم كل ما زادت مده المشاهده ديال الفيديوهات كل ما تزادوا النقاط ديالكم، اي خاصكم تفرجوا في الفيديوهات لمده اكثر باش تحصلوا على نقاط اكثر. وبالنسبه لسحب الاموال عندنا الحد الادنى للسحب هو 0.28 درهم، هنا يعني خاصكم ضروري توصلوا 0.28 درهم، يعني الحد الادنى. واكثر حاجه بالنسبه لشحن الهاتف 5 دراهم، كتقدروا تحولوها روشارج كيف ما كتشوفوا هنا عندنا 0.28 كحد ادنى، وهي غدا 5 دراهم 10 دراهم حتى 20 درهم. مهم حاولوا تجمعوا نقاط اكثر باش تحاولوا تحصلوا على فلوس اكثر. وهنا عندنا طريقه قلت لكم، يعني ملي كتربحوا كتحولوها شحن رصيد هنا كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه لطريقه التحويل عندنا جوج طرق، عندنا سواء في الباي بال، الا عندك حساب في الباي بال غادي تقوم بسحب الاموال في الباي بال، والا ما عندكش حساب في الباي بال غادي تسحبها في كاش بلس. يعني راه ماشي بالضروره يكون عندك باي بال او لا في الضروره كاش بلس، يعني باش ما توفرات يعني اغلبيه غادي يحولوها بكاش بلس. يعني هنا عندنا طريقه كاش بلس، خاصكم توصلوا الحد الادنى ديال 0.28 درهم كيف ما عطينا في حساب ديال تيك توك. والا ما وصلتوش هذا الحد راه ما يمكنش لكم تسحبوها، يعني ضروري خاصكم تحاولوا انكم تشاهدوا الفيديوهات اكثر باش دغيا توصلوا لهذاك العدد اي العدد المطلوب. كنتمنى من الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.